منطقة نزوى الصناعية عام 1990 في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، وتعتبر مركزاً للشركات التي تعمل في صناعة النفط والغاز لقربها من مناطق امتياز الشركات النفطية. وقد استقطبت المنطقة منذ انطلاقتها الكثير من المستثمرين من داخل وخارج السلطنة، مما شكل تنوعاً في الاستثمارات وزيادة في فرص العمل التي توفرها تلك المشاريع للعمالة الوطنية. منطقة نزوى الصناعية إحدى المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وهي من المناطق التي شهدت نموا ممتازا في الفترة الماضية. المنطقة الآن بها أكثر من 100 مشروع. تم التركيز في منطقة نزوى الصناعية على المشاريع التي تخدم قطاع النفط والغاز، ولله الحمد يعني المشاريع هذه تشكل الآن أكثر من 60% من عدد المشاريع الموجودة. جملة الاستثمارات في منطقة نزوى الصناعية الآن تصل إلى تزيد على 185 مليون ريال عماني. عدد العاملين في المنطقة تقريبا في حدود 4200 عامل، يشكل العمانيين ما نسبته تقريبا 45% من العمالة في من العمال العاملين في المنطقة الصناعية. تأسست شركة الخدمات الفنية الخاصة المعروفة اختصاراً باسم STS عام 1980 لتصنيع وصيانة المعدات والآلات المستخدمة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والقطاعات الصناعية الثقيلة. تتخصص الشركة في تصنيع الصهاريج الكهربائية وأنابيب الضغط العالي لخطوط إنتاج حقول النفط والغاز. ينفذ المهندسون وعمال المصنع هنا طلبية خاصة لحقول النفط والغاز في بناء صهريج عملاق، يتم نقله بعد اكتماله إلى حقول النفط والغاز الموجودة في السلطنة. يتطلب بناء الصهريج مواصفات دقيقة باستخدام نوعية معينة من الحديد يتحمل الضغط العالي. مقاسات تجويف الصهريج لابد أن تكون متساوية في جميع أطرافه بشكل هندسي دقيق، لذلك يبذل المهندسون والعمال جهداً كبيراً حتى لا تكون هناك اختلالات في مقاسات تجويف الصهريج من حيث الحجم وعدد الفتحات. نفذت الشركة بنجاح مجموعة من المشاريع المرتبطة بحقول النفط والغاز في سلطنة عمان وفي منطقة الخليج العربي. تقوم الشركة بتسليم أعمالها وفقاً للمعايير الدولية، وقد نالت على شهادة إيسو الجودة وأنظمة الإدارة البيئية ونظم إدارة الصحة والسلامة المهنية. تم افتتاح ورشة الشركة العالمية لتقنية الحفر في عام 2005 في منطقة غلا الصناعية بمحافظة مسقط. نظراً للنمو المتزايد لقطاع الخدمات وأعمال صيانة معدات حفر حقول النفط والغاز، فقد قررت الشركة نقل مقر عملها إلى منطقة نزوى عام 2012 بعدما حصلت على أرض تقدر مساحتها 1000 متر مربع لتكون قريبة من مشاريع حقول النفط. توفر الشركة الدولية لتقنية الحفر أحدث المعدات والأجهزة في الورشة
للتعامل مع أضخم وأكبر أجهزة الحفر بكفاءة عالية وبتكاليف أقل وفي وقت أسرع ومع خفض في إصابات العمل. تستقبل الشركة معدات حفر النفط والغاز العملاقة المعطوبة لإعادة تهيئتها لتكون صالحة للعمل مرة أخرى دون الحاجة لإرسالها إلى الخارج للإصلاح أو شراء معدات جديدة للحفر، مما يقلل على شركات استخراج النفط والغاز التكاليف الباهظة. تعتبر الشركة إضافة هامة لقطاع صرف النفط والغاز بسبب قربها من حقول النفط بالسلطنة، مما يسهل على الشركات العاملة في مجال استخراج النفط والغاز الاستفادة من خدماتها.